يقول السائل: خطب أخي فتاة، ولما أراد أن يعقد عليها وكل بعض إخوانه بأن يعقد له، ولما عرف ذلك أخوه الأكبر بادر هو وعمه فعقدوا النكاح دون أن يشعر أخي ودون أن يوكلهم بالعقد، فما حكم هذا النكاح وجزاكم الله خيرا؟ هذا العقد غير صحيح، لأن الذي عقد غير وكيل، الذي عقد غير وكيل، لا يصح إلا إذا عقد الوكيل، فيعاد العقد من جديد. نعم.